كوكو بنات، كيف دايرين؟ بخير. كنتمنى كنت كنا صحه جيده ان شاء الله. كيف العاده اليوم البنات؟ كيف ما تشوفوا غنحضر معكم بغرير اللي بصراحه كيجي رائع وكيجي خفيف كيف ما كتشوفوا. المهم البنات، ما نطولش عليكم ونخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. هنا البنات غادي ناخذ خلاط، غادي نضيف ليه كاس اونس ديال الماء. بطبيعه الحال الماء كيكون دافي، كنعبروا بالكاس ديال العنبه. غادي ناخذ كاس ديال السميده رقيقه، غناخذ هنا البنات عندي 2 معالق كبار ديال الدقيق، عندي خمارة ديال الحلوى، عندي هنا البنات 2 معالق صغيرة ديال الخميرة، خميرة ديال الخبز. هنا البنات غادي نخلط المكونات ونرجع معاكم. حبوباتي غناخذ المقله ديالي من بعد ما خلطت المكونات ديالي وخليتها 2 دقائق ترتاح شويه. صافي كتسخن المقله ديالي وكنبدا نضيف المكونات ديالي، كنبدا نضيف الخليط وصافي، وكنقص عليه البوطه ما مجهده، ما ناقصه بزاف، وكنخليه يطيب على خاطرو. ما تجهدوش عليه البوطه باش يجيكم زوين البنات، وكيجي مثقب، كيجي غزال وكيجي خفيف. غادي تجربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم وغادي تشكروني عليه. شوفوا البنات كيف كيجي، كيجي رائع صراحه. انا هنا البنات كنديروا ما صغير ما كبير، كنديروا بين وبين، نتوما على حسابيت نتوما شنو بغيتو. كنتو كتبغيو كبير ديروه كبير، كنتو كتبغيو صغير غادي ديروه صغير. وكيجي كيوجد في اسرع وقت البنات، كيوجد بالزربه. الا جا عندكم ضيف على غفله تقدروا توجدوه بالزربه، يعني ما كتخلوش الخليط ديالكم يخمر ولا شي حاجه. يعني في هذاك الوقت في انكم غتكونوا كتسخنوا في المقله، غتخليوه شويه، غتكونوا تسخنوا في المقله غتخليوه شويه يرتاح صافي. وبما سخنت المقله كدوا طيبوا فيه، يعني ما كتخليوش بزاف ديال الوقت، وكيوجد في اسرع وقت. بالنسبه للبنات الملحه، انا ما درتش الملحه نسيتها، الا ديروا شويه الملحه، شويه ديال الملحه، انا ما درتهاش. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا معايا غنبقى فحال هكا حتى نسالي كلشي. المهم حبوباتي من بعد ما طاب لي البغرير ديالي كيف ما كتشوفوا، الى عجبكم البنات خليوا لي لايك وديروا لي سابوني، وما تنساوش تبركوا على الجرس باش يولي يوصلكم كل جديد. وغادي نقول لكم البنات بسلامه، تهلاو ليا فراسكم.